if you need your help. واحد كوبري وواحد كشري و 25 معلقة. أنا صديقه. عندك خدمات فيها. يا سيدي. سيف الاسم بقى اليوم 24. باشا بتحبوا الشطة؟ لا. لا يعني ايه لا دي؟ لا يعني لا. يعني لا. يعني خد الاخرى. انت اللي هتاكل بالكبدة. هاتك اعمل لي شيء. لا مفيش شوية. اعمل لكم واحد وواحد تجربوا ده تجربوا ده. ماشي؟ اتفضل يا باشا تحت امرك. طلع اكرم معايا يا اكرم. مقيم هنا في طنجة تقريبا من 4 شهور وبدأت فكرة الكشري ان انا اشتغل الكشري المصري لان اكلة مشهورة واكلة تعتبر اكلة عالمية يعني ومعروفة في العالم كله فمش غريبة على الناس هم غريبة طعما لكن هم يعرفوها شكلا وموضوعا ولكن الطعم ما كلوهاش فلما كلوها هنا المصريين وكلوها المغاربة الحمد لله بقى في اقبال وفي تطور في المشروع والمشروع بيكبر واحدة واحدة والحمد لله ماشي الحال اقبال على اللهم لك الحمد الاقبال موجود والناس بتجيلي مره واثنين والحمد لله هو بس المشكله كلها في الجو والشتاء ان انا واقف في الشارع طبعا ماشيين دلوقتي حاليا في اجراءات مطعم وربنا يسهل الحال ويوقف جامع ولاد الحلال اللي هيساعدوني في المطعم ونوجد المطعم ان شاء الله وهيبقى فيه كل حاجه البيت المصري كامل الكشري منوعاته كتير يعني حاجته كتير يعني هو نوعين مكرونه وثلاث انواع رز وعدس وشعريه وفي الحمص وفي البصل المتبل وفي الصلصه وفي الدقه وفي الشطه وفي بنضيف عليه كبده بقري كبده اسكندراني وبنعمل انا طبعا حاجات تانية طبعا كل اسبوع بعمل يوم او يومين الحواوشي اللي هو العيش باللحمه وبعمل الممبار المحاشي بانواعها الفول المدمس والحاجات دي كده بنعمل مثلا يوم في الاسبوع يومين في الاسبوع عشان خاطر طبعا العربيه مش مساعده على كل الكميه دي كلها فبنحاول نمشي الدنيا واحده واحده حتى نفتح المطعم بس وان شاء الله خير والله انا شغال كل حاجه شغال الدليفري توصيل الطلبات لحد المنازل وشغال الناس بتيجي بس الناس بتحب تيجي تاكل هنا مع ام كلثوم والجو اللي هنا بيجي ياكلوا هنا الناس كلها وعاملين جو شعبي جميل كده نقي والمكان جميل هنا طبعا طنجه ما شاء الله طنجه ساحره والناس فيها جميلة والناس فيها متدينة جدا الحمد لله ودي حاجة كويسة يعني خلت الواحد يرتاح أكثر نفسيا الحمد لله والله الأتمان ديت أنا يعني موضوع التمن دوت أنا حاطط التمن ولكن غالبا ساعات ما ببيع مش ببيع بيه يعني مثلا في حد بيبقى معاه أقل من الفلوس بتاعت التمن طبعا لازم أنا أرضيه يعني فمش مرتبط بالتمن ولكن بتبدأ الأسعار عندي من 10 لحد 25 أسعار رمزية حتى الرز بلبن والحاجات اللي هي الحلويات برضه ببيعها والله العظيم يعني إيه بأسعار يعني بتمشي الحال شويه فيها يعني الحمد لله عشان الدنيا تمشي حالها وان شاء الله كل خير ان شاء الله كل حاجه كل الناس كلها بتيجي تاكل وما فيش اعمار معينه يعني جميع الاعمار بتاكل الكبير والصغير والحمد لله الناس كلها فرحانه بالموضوع والموضوع نجح الحمد لله اللهم لك الحمد بدعوات اهل طنجة ووقفتهم جنبي ودعاهم ليا دايما ليل ونهار فالواحد الحمد لله دايما مبهج ودايما متفائل ودايما حاسس بالخير وشايف ان شاء الله الخير والحمد لله ان الخير موجود والله هو ده مشروعي وهو ده حياتي وهو ده اسلوبي وهو ده شخصيتي وانا بقدم نفسي للناس انا مش بقدم اكل وشرب بس انا بقدم شخصيتي انا الموضوع مش موضوع اكل وشرب لا او 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 مش اكل وشرب لوحده يعني في حاجات تانية غير الاكل والشرب كتير جدا يجب على الانسان هو يقدمها للناس يعني والله انا في البدايه انا اصلا كنت بره طنجه قعدت في كام مكان كده تقريبا 4 شهور ناس كرموني في فاس وناس كرموني في الرباط ولكن انا ما وفقتش في شغلي يعني فاهم لكن لما جيت انا طنجه لا الموضوع اتغير خالص معايا وربنا قال كلمته هنا في المكان هنا وقلت هفتح هنا وما اعرفش ايه اللي هيحصل معايا يعني يعني في ناس خوفتني كتير من موضوع الاكل المصري وناس خوفتني ان انت مش هينفع تقف تشتغل في اي مكان
ولكن انا قلبي جامد مع ربنا، انا قلبي جامد جدا جدا جدا، لان ما فيش مستحيل مع ربنا. فبدات من تحت الزيرو واجتهدت وعملت اللي عليا لحد لما حضرتك انت نفسك وانت في الرباط سمعت عني وجيت لي، فبالتالي يبقى انا كده اوكي الحمد لله، انا ماشي على الصراط المستقيم، ماشي صح، ماشي شايف انا رايح فين وجاي منين. مع العلم اللي احنا دلوقتي بنطور في المشروع وبنطور في الاكل والشرب وبنزوده، وحاليا دلوقتي بندور على المطعم، وان شاء الله ربنا سهل هنلقى المطعم في المكان المناسب ونبدا الرحله بقى من جديد تاني ان شاء الله باذن الرحمن. لا يعني انا نفسي يوم ما افتح محل كده واقص شريط المحل، مش انا اللي اقصه، اجيب جيراني هم اللي يقصوه عشان اقول لهم تعالوا شوفوا انتوا شفتوني تابعتوني من الاول وانا بكبر واجتهادي، وتعالوا احصدوا دعواتكم ليا بس. لان احنا فعلا ان احنا يعني المغرب داخل على مرحله جميله وعايزين نعلى كلنا، يعني عندنا كاس عالم جاي، احنا المفروض ما نستعداش ليه قبلها بسنه، نستعد من دلوقتي او من امبارح، وكل واحد في مجاله يستعد للموضوع دوت عشان خاطر نبين للعالم كله اللي احنا موجودين، مش احنا كمصر، احنا كمصر احنا كمغرب، احنا كاي دوله عربيه في قلب المكان وفي قلب المغرب هنا كلنا هنرفع رايه المغرب وكلنا مغرب. فعايزين نظهر نفسنا للعالم كله في كل حاجتنا، في اكلنا، في شربنا، في شغلنا، في تعاملنا مع الناس، في استضافه الناس لكاس العالم، نساعد الحكومه، نساعد الشرطه، نساعد صاحب الجلاله الملك، نقول له احنا موجودين معاك بقلبنا وبروحنا، وهنوري للناس صوره المغرب ايه باهلها، اهلها بقى ان كان مصري زي ان كان مغربي ايا كان الماركه ايه، احنا هنقول للعالم كله احنا مغرب، وهنوري الناس المغرب ايه. فطبعا احنا بنجهز من دلوقتي كل الموضوع دوت ان شاء الله. يعني في الانستغرام شو مدام جات قلت لها نضربوا شي دوره وضروري نمشيو للحافه نشربوا شي قهوه في الحافه ولا اتاي، شربنا اتاي في الحافه، قلت لها راه كاين واحد المصري كيصاوب الكشري راه ديجا شفته ضروري عندوق من عنده، وجبتها والحمد لله دوموندينا بجوج، داك الشيء هو هذاك تبارك الله عليه، زعما شي حاجه واعره كاع، ما كاينش لذه هو هذاك، لا اللذه هي هذيك تبارك الله عليه، زعما كل شيء هو هذاك. Say something. Yeah. Yeah, this was kosheri experience in Morocco. Apuda, yeah. Ma'allim Apuda, the kosheri expert. I can just say I tried it in Egypt and I tried it here. It's good both ways. Perfect experience. Can recommend it. Come here and try. Rapport,